دمشق وريفها. سلام محمد ناطق باسم شبكة شام. بداية سلام مرحبا بك. بعد تحقيق الجيش الحر لنجاحات متقدمة في حلب وحماة واستهداف قوات النظام، حدثنا عن هذه النجاحات وأيضا إلى أي مدى وصل التقدم للجيش الحر؟ نعم مساء الخير. الجيش الحر يوما بعد يوم يتقدم باتجاه العاصمة دمشق. اليوم اشتباكات عنيفة تدور في السيدة زينب بين الجيش الحر وعناصر من قوات النظام مدعومة بعماد حزب الله وأبو فضل العباس العراقي، وهناك تقدم في الجهة الجنوبية من منطقة السيدة زينب وأيضا من الجهة الجنوبية من حي التضامن ومخيم اليرموك وشارع 30. أما عن طريق المتحلق الجنوبي يوميا هناك قتل بالعشرات من صفوف قوات النظام، وأيضا هناك أكثر من يوميا هناك تفجير دبابات من قبل عناصر الجيش الحر الذين يدمرون دبابات قوات النظام التي تحاول اختراق وتحاول الدخول باتجاه الريف الدمشقي. وأيضا بالمقابل قوات النظام منذ الصباح الباكر قصف بالمتبعية الثقيلة المتمركزة في الفرقة الرابعة في جبال المعظمية، تقصف مساكن المدنيين في معظمية الشام ودارية بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في المحور الغربي من معظمية الشام وأيضا من في الأسرار الدولي دمشق والقنيطرة، وأيضا سقوط عدد من الجرحى جراء قصف مدفعي لقوات النظام على مدينة يبرود في جبال القلمون بريف دمشق، كما حقق الجيش الحر في الريف الدمشقي في الريف الغربي بتدمير دبابة T-72 ومقتل جميع طاقمه صباح هذا اليوم، كما تستمر الاشتباكات العنيفة على طريق المتحلق من جهة زملكة وأيضا أمام اللواء 39 في عدرا بين الجيش الحر وقوات النظام، ويستمر أيضا محاولات قوات النظام مدعومة بعناصر حزب الله اللبناني وأيضا مفضل عباس في محاولة اقتحام حجيرة البلد وأيضا اقتحام العسالي وجنوب العاصمة، وأيضا هناك عدد قذائف هاون سقطت في محيط ملعب البيحاء بلك الدين في العاصمة دمشق وما أدى إلى إصابة مدنيين وبعض الأضرار المادية، وأيضا هناك اشتباكات عنيفة في بلدة الإسبيني بريف دمشق بين الجيش الحر وقوات النظام التي تحاول اقتحام المنطقة من عدة محاور وسط قصف مدفعي عنيف، وأيضا هناك انتشار لقوات الأمن في وسط العاصمة دمشق في حي الميدان وفي ركن الدين في محاولة من قوات النظام شن عام السلام. عفوا سلام، أثناء يعني قصفكم لقوات النظام خصوصا في مساكن الدماس، كيف تتعاملون من خلال هذا القصف مع المدنيين؟ نعم، مساكن دماس في مساكن دماس هناك يوجد نقط عسكرية يتم من خلالها قصف الريف الدمشقي، قصف دوما وحرستا والقابون، فهذه النقاط العسكرية مستهدفة من قبل قوات الجيش الحر، فتم استهدافها صباح هذا اليوم وتحقيق إصابات مباشرة داخل المراكز التي يتم من خلالها قصف الريف الدمشقي وقصف جنوب العاصمة، فتحولت مساكن دماس إلى نقط عسكرية بعد إخلاء سكانها المدنيين جميع إخلاءها من المدنيين، فقد تحولت إلى نقطة عسكرية يتم من خلالها قصف جميع مناطق الريف الدمشقي. نعم، من دمشق وريفها سلام محمد الناطق باسم شبكة شام، شكرا جزيلا لك.